أخي في الله واسمع من هجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي. يقول الأخ: ما هي العلاقة أو التلازم بين صحة العقيدة وصحة المنهج؟ طبعا يا إخوة، أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج أعم من العقيدة، والعقيدة جزء من المنهج، بل هي أصل المنهج ورأس ما يتعلق بالمنهج. المنهج يشمل كل شيء، لأن المنهج هو الطريق المستقيم، هو صراط الله المستقيم، ويشمل حماية الدين، يعني يشمل الدين كله ويشمل حماية الدين كالجرح والتعديل، هذه من المنهج، لأنه يحمى بها الدين ويميز بها بين أهل الحق وأهل الباطل. أما العقيدة فالعقيدة جزء من المنهج، وهي أهم المنهج، وهي تعود في مجملها إلى الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى، وما يتبع ذلك كحق الصحابة وكرامات الأولياء ونحو ذلك. هذه العقيدة ما تخرج عن هذا، وهي جزء من المنهج، وهي أهم المنهج، لأن المنهج متفرع عليها من جهة بقية الدين، ولأن المقصود من منهج الحماية أن تحمى العقيدة وأهل العقيدة، ويميز بين أهل الحق وأهل الباطل. هذا الفرق بين يعني المنهج والعقيدة.